سيب له ترود سيب له ترود أي مهزلة هذه؟ أي انتخابات هذه؟ تقع وقد عجزوا عن إيجاد مرشحين في العديد من الدوائر. أوفيا لأننا نؤمن بنفس المثل ونؤمن بنفس الهدف وموقنين أن النصر آت لا ريب فيه. إن جبهة الخلاص الوطني لا تشكو من أي عقدة انعزال، بل بالعكس تشعر أن من ينعزل عنها يتخلى عن النضال. هذه الديمقراطية، البرلمان